الاضافه الاساسيه اولا ان نجمعوا العائله اليساريه، لان كتعرفوا منذ تقريبا نهايه التسعينات بل يمكن نقولوا من قبل وجدت محطات سياسيه اساسيه اليسار تشتت ومبقاش عنده نفس الحضور في المجتمع، مبقاش عنده نفس التاثير في القرارات. اليوم احنا عندنا الامل اننا نمشيو نحو بناء يسار جديد قوي مناضل قادر على تعديل ميزان القوى وقادر على القيام بمهامه التاريخيه، لا في الدفاع عن الديمقراطيه ولا الدفاع عن قضايا ديال الشعب المغربي، توزيع الثروه الوطنيه، مساله ديال العداله الاجتماعيه. دونك انا كنظن هذا الحزب اللي احنا الان كنا بدايه تاسيسه يعمل على الرجاع اليسار لعهده اللي كان عهد ديال النضال وديال الحضور وديال الاقتراح. كنظن هذا هو المهمه نتاعنا الاساسيه اليوم. المساله ديال جيش الخطاب هي يمكن حق يراد به باطل، لان القضايا اللي طرحت في المغرب منذ السينات الى الان راه مازال مطروحه، مساله ديال الديمقراطيه وديال الدستور الديمقراطي حقيقي اللي فيه توزيع ديال السلطات وفيه ان المجتمع يفرز نخب سياسيه مستقله وبرامج سياسيه مازال مطروح لحد الان، واليمين حتى هو لم يجدد خطابه. خطاب ديال 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 التبرير، خطاب ديال الاستغلال، خطاب ديال بل حتى على مستوى لابراتيك، على مستوى ديال تكديس الثروه الوطنيه في واحد البول. اليوم في المغرب كتلاحظوا كيفاش ان ما كاينش عداله نهائيا، كاين اللي راكم غير هاد الاربع سنين الخمس سنين الاخيره ملايير ديال 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 الدولارات كتبان في التقارير الدوليه وغيره، والشعب راه حنا كنشوفوا كيف كيعيش مع الغلاء. اليوم كتلاحظوا الغلاء اليوم اللي كاين بشكل كبير، ولا قرار اليوم اللي هو كيستهدف المواطنين، اننا نحاولوا نحافظوا على القدره الشرائيه ديال المواطنين. وهذا كذلك اذا كان هذا هو الخطاب القديم فغنستمروا في هذا الخطاب. احنا غنشتغلوا على جوج الواجهات الاساسيه، الاولى هو اننا نمشيو نحو نرجعوا اليسار حضوره على المستوى الفكري، على المستوى القيمي، على مستوى اليسار يرجع واحد القوه اخلاقيه في المجتمع، ويمكن اللي يعمل على اعاده هيكله الحق السياسي في المغرب. كنلاحظوا على ان السياسه مابقاش عندها نفس الحضور، المواطن لم يعد ينظر الى السياسيين كما كان ينظر قبل، لان واحد النوع ديال التبخيز ديال العمل السياسي، افساد ديال الحق السياسي. اليوم خص اليسار يعاود يراجع هذا الشيء من اجل، وكذلك على المستوى النضالي الحضور في المجتمع، في الحركات الاجتماعيه، في النقابات، في المجتمع المدني، ان خلقوا اون ديناميك ديناميه اللي يمكن لها على الاقل تعدل في ميزان القوى وتعطي امكانيات جديده للنضال ديال الشعب المغربي. الاعطاب اللي وقع في اليسار هو في الواقع الوضع ديال اليسار اليوم هناك اعتبارات متعدده، كاين ما هو واقع داخلي، كاين ما هو في المحيط نتاعنا في العالم. اليسار عرف ازمات متعدده، فعل التوحش ديال النيوليبراليه والتوحش ديال واحد راس مال على اي حال في العالم، اثر في العالم كامل ولكن في المغرب. بالاضافه الى ذلك كاين عوامل داخليه ديال التنظيمه اليساريه اللي ما استطاعت انها تحافظ على الكينونه نتاعها وتدبر اختلافاتها بشكل عقلاني باش يمكن لها تجاوز بعض المراحل اللي كانت فيها صعوبات في لحظات تاريخيه معينه. حنا عندنا امل كبير، لان هناك اولا حاجه تمشي هو اراده ديال الافراد وديال الناس باغين، هو كاين حاجه مجتمعيه اليوم باش اليسار يعود بقوه في بلادنا، لانه عندنا مهام وكاين قضايا اللي بالدوره خصنا ندافعوا عليها بقوه ويكون حضورنا ان شاء الله واضح للجميع في هذه المحطه.